امشي معنا سيدي امبيكا. اسمعني سيادة المفتش، أكيد في سوء تفاهم. شو العداوة اللي بتجمع بين زوجتي وهالأطفال؟ فكر بالموضوع. سيادة المفتش في سوء تفاهم؟ مستحيل ماما تكون مستهترة هيك. أنا متأكد إنه في أمر غلط بالمدرسة، بترجاك اتحقق من الأمر منيح بعدين قرر. هالاستنتاج هاد متوصلين له، بس في تحقيقات بعد. إذا ارتكبنا نحن غلط أكيد أنت عم تاخد الشخص الخطأ. أنا مسؤولة عن تحضير هالأكل، لهيك سيادة المفتش أنا المعنية بالموضوع، يعني أنت لازم تاخدني إلي أنا. شوفي مدام، قانونياً لازم نلقي القبض على مالك الشركة، وكون الشركة باسمها لازم نلقي القبض عليها. أنت فيك تقولي أي شيء هنيك، قصدي بالمحكمة. أخي إذا ضلينا هيك وما عملنا شيء ما رح يمشي الحال، لازم نروح على الشرطة فورا. أخي يلا امشي. على طول الشيطان بيعطينا السعادة وبدون حدود. حماتي المسكينة هلأ رح تفوتي على السجن، لكن لروح انقل هالخبر السعيد لبناتك اللي بيفتكروا مدام موجودين ما ممكن إنه حدا يأذي أفراد عائلتهم. ألو. ألو كافيري معك. ما في داعي إنك تذكري اسمك أبداً كافيري، لأنه قبل ما تدقي أنا بحس إنه بدك ياني. لهيك دائماً أنا برد على التليفون لما بتتصلي. مو دائماً بتكون مهضوم لما بتمزح بهالطريقة. حكيت أنا خصوصي مشان خبرك موضوع كتير جدي. طيب ماشي، رح صير جدي، قولي. فيك تخبر سالوني شو اللي صار بعائلتنا مشان خدمة توصيل الأكل، أكيد اللي بدت فيها أما مع الأطفال. طبعاً اكتشفوا إنه الأكل فيه سم، والشرطة إجت وقبضت على أمها.